طيب اوزو، انت ليك تجارب مسرحيه زي ما قال سامح قبل كده. مثلت فين؟ مثلت ازاي؟ والله هيك انا بمثل. مثلت بكام؟ فعليا انا بمثل بقالي 15 سنه. 15 سنه؟ يا من ايام ما كان عندك 5 سنين؟ والله انا عملت اول دور ليا كان في التلفزيون. كنت طالع ابن استاذ نور الشريف الله يرحمه في مسلسل الدالي الجزء الاول، كنت طالع ابنه الكبير اللي مات ده، حسام. اوكي. فيعني ده كان مثلا 2006، ده كان من 11 سنه. قبليها كنت شغال في مسرح الجامعه ومسرح المعهد، دخلت بقى معهد فنون مسرحيه. عملت مسرحيات، وعملت مسرحيات في البيت الفني للمسرح، بعد كده عملت المسلسل، اشتغلت شويه درامي، اشتغلت مثلا بتاع 10 مسلسلات، بعد كده رحت راجع للمسرح تاني. كان بعد الثوره على طول رحت راجع للمسرح تاني. تعرف حضرتك الواحد اي حاجه تحصل يروح راجع بيته على طول. فالمسرح هو بيتك. بيتي لاجئ فيه. يعني انا بعد كده عملت مسرح قطاع خاص، كان تياترو مصر بيتعرض دلوقتي على قناه، سيزون اخر سيزون ده بطوله بيومي فؤاد، هاله فاخر، اخراج محمد جبر، فيردي الانتاج الفني. فكل حياتي تعتبر يعني عروض مسرحيه كتير قوي، يعني قضيت تربع حياتي في المسرح، فطار غدا عشاء هناك يعني. حتى اتجوزت برضو هناك في المسرح. طيب انت خريج ايه؟ انا خريج فنون مسرحيه تمثيل واخراج. كل حاجه تمثيل ومسرح، ما زهقتش؟ وكنت بمثل في السياحه وفنادق قبليها كمان. انا 2 بكالوريوس والله. ايه فاضل لي سنه واخد طب. والله سامح برضو رجعت للمسرح القومي. بعمل بطولات دلوقتي مسرحيه لفولتير، عميد الادب الفرنسي، اخراج الاستاذ اسلام امام. ان شاء الله يعني هتبقى يعني على القومي في خلال الشهور اللي جاية ان شاء الله بالتوفيق. مروه، برضو بداياتك كانت ازاي؟ انا برضو اشتغلت مسرح برضو اول حاجه من 7 سنين، كان عندي 10 سنين. تمام. مصدقك؟ مصدقني طبعا. اول عرض اشتغلته كان كنت بغني بس، ما بعملش حاجه. بس صوتك حلو بجد، بدون يعني بدون هزار. نعم طبعا. صوت استاذ سامح؟ لا، ده خارج المقارنه. خارج. لا ده على فكره احنا هننتج لك اول البوم واخر اول البوم علشان نخوف العيال. عملت كذا عرض اشهرهم تقريبا 1980 وانت طالع، اخراج استاذ محمد جبر. برضو اشتغلت مع استاذ اوزو في السيزون الرابع لتياترو مصر اللي حاليا بيتذاع. اشتغلت عروض لفترات طويله، يعني 1980 ده 7 سنين. بنكمله دلوقتي بعرض البروفا كواليس العرض بتاعه 1980. جميل جدا.